الله العظيم، استغفر الله العظيم، يا رب استور علينا دنيا واخره، يا رب استور علينا دنيا واخره. عيني هنولي، شو شفتي عند ابو لزقه؟ ما شفت شيء. احكي ولي. يو شو بدي احكي؟ ليش عم تتبليني ستي؟ الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، صفحتي بيضة وكفي نظيفة. شمي شمي بعد. يلا لا يوفقك إلهي، ريحتك كلها ياعدة وصاخة وغدر. خلصيني بقى احكي شو شايفة عند باب الزقاق. روحي. استني استني ستي، استني استني تقبريني ما بوتك يهز البدن. راح أقول لك أمري لله. هات يا ستي، سمعت صوت باب الزقاق عم يندق، مترحت مثل العادة مشان أفتح الباب. عم شو شفت؟ شوفت هي سلاما قولا من رب الرحيم. الحمد لله اللي مو سيدي ابو نزير شاف، مدري شو كان صار. ولي على قامتي ولي على قامتي. شفت سيدي عربي ساير ستي ملك وعم يحاكيها؟ شو حاكي؟ شي بينقال وشي ما بينقال، شي بكشش البدن. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اخرسي ان شاء الله بينقطع لسانك. مالك مصدقتيني ستي؟ انا ما بتبلى على حدا. روحي شوفيهم بعينك، وبين ما تروحي وترجعي انا رح ساوي لك كاسه زهورات بتواتيكي مشان هزه البدن. ملاك ابقي انتبهي، لأنه السرنوي كاشفتك وكانت لاحقتك لهون. خير إن شاء الله. ليش شو عاملة أنا؟ بوران حبه وبيحبني، عم نغلط مو هيك؟ ابن عمتك ومقرية فاتحتكم، يعني ما جبتي من اللزقاء. من نحن وصغار أملونا ببعض وصرت مو قدرانة أعيش بدونه. بعرف، وإذا مثل ما عم تقولي بتحبوا بعض لا تتركيه ولو كان على موتك. وشو أعمل مع هالسلالة؟ هي بقى تركي لي إياها لإلي، دوبارة عندي. بس أهم شيء إش كان جدك أبو نزير دريب القصة، أصحك تعترفي؟ بتضلك عم تنكري، عم تفهمي؟